حنا اليوم كنتواجدوا في الثانويه التاهيليه بيرانزران بالدار البيضاء. اليوم تعطات انطلاقه ديال اول يوم امتحانات السنه الثانيه بكالوريا برسم سنه 2023-2024. من خلال هذا الروبورتاج هذا غادي تكتشفوا معنا كيفاش كتتم عمليه فتح الاضرفه على الساعه 7:30 صباحا، كيفاش كيتم كذلك توزيعها على الاساتذه اللي بدورهم كياخذوها وكيديوها الاقسام ديالهم. مراحل اللي هي ماشي سهله، كنتمنى الجميع حظ موفق. عزوزي رئيس مركز الامتحان للثانوية التأهيلية بيرانزران الفداء مرس السلطان. سي عزوزي كيفاش كانت هاد الانطلاقة بالثانوية هنايا؟ بالنسبة للمركز عرف استقبال مترشحين ديال الآداب والعلوم الإنسانية اللي تيبلغ العدد ديالهم 426. بالنسبة للانطلاقة كانت مع 7:30 تم فتح الأبواب الباب الرئيسي لدخول المترشحين، وتم استقبالهم في ظروف جيدة حيث أن جميع المترشحين التحقوا بقاعة الإجراء. بعد ذلك تم اختيار مترشحين اثنين لكي يحضروا في عملية فتح الأضرفة، وتم سحب حقيبة الموضوع اليوم الذي هو اللغة العربية من القاعة المحصنة، وبعد ذلك تم اللجوء إلى قاعة الامتحان التي هي مراقبة بكاميرات وبحضور السيد الملاحظ، السيدة الأستاذة المداومة ومراقبين من المراقبين لهذا اليوم. وتم فتح الحقيبة التي كانت محكمة الإغلاق بقفل يحتوي على رقم سري، وبعد ذلك تم سحب الأضرفة الكبرى. بعد ذلك تم فتح الأضرفة الكبرى التي تحتوي على أضرفة صغرى التي يتم توزيعها على القاعات حسب المسلكين، من القاعة 1 إلى قاعة 13 مسلك الآداب، ومن قاعة 14 إلى قاعة 20 مسلك العلوم الإنسانية. وبمرافقة السيد الملاحظ والسيدة المداومة تم توزيع الأضرفة الصغرى على القاعات لكي يتم فتحها بعد إعلان على ذلك بدق الجرس على الساعة 8:00. وللذكر فإن هناك مترشحين بالمؤسسة ذوي الاحتياجات الخاصة حيث تم تخصيص قاعة لهما، وهي حالة كفيفة وحالة التي يتم إضافة ثلث الوقت على حسب محضر المتوصل به. الجديد هذا العام الجديد لاحظت انه كاين واحد لو كود كيير، ديالاش هذا لو كود كيير؟ بالنسبه لهذا السنه الملاحظ هو اوراق التحرير كلها تحتوي على ملصق يتم التعامل معه بكل دقه، بحيث ان يجب الصقه بعد التأكد من أن المواضيع أولا تحتوي على أوراق صغرى أو أوراق كبرى ورق تحرير، ويتم إلصاقه بكل عناية كي يتم كيو آر بالنسبة للرقم السري يتم إلصاقه بحيث يمكن قراءته في عملية التصحيح. وبعد في عملية التصحيح يتم بعد ذلك أرشفة هذا الرقم، وهذا هو الجديد بالنسبة لهذه السنة لكي تتم العملية في ظروف لا يتم جيدة إن شاء الله. إذا ممكن تذكرنا بالإجراءات اللي كتخاد على مستوى الوزارة وعلى مستوى المؤسسة لمحاربة ظاهرة الغش. لمحاربة ظاهرة الغش فقد تم إخبار جميع المترشحين أولا بالتزام بالقانون، حيث يجب عليهم عدم إحضار كل ما هو إلكتروني في المركز. ثانيا بأن بالنسبة للمترشحين هم على إلمام بذلك، والمواضيع كذلك عندما يتم فتحها ومراقبتها يجب يتم تذكير المترشحين بذلك.
شكرا لك. اذا ما يبقى لنا الا نتمنوا للتلاميذ ياك نتمنوا جميعا ان شاء الله وبالتوفيق ان شاء الله لكل من كل من جد وجد ومن زرع حصد ان شاء الله. فعلا دونك نتمنوا جميع التلاميذ اللي كيجتازوا امتحانات البكالوريا حظ موفق.